في هذه الأيام أبنائنا الطلاب الثانوية العامة في مصر يؤدون الامتحانات، ونحن عارفين طبعا الثانوية العامة سنة صعبة على جميع أبنائنا وعلى الأسر أيضا، ولذلك أحببنا أن نقول لهم لا تخشوا شيئا ما دمت توكلت على الله وأديت ما عليك، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح والتفوق، وألقاكم على خير مع درس جديد من دروس تعليم الخط العربي مع قناة محمد الحميري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للمشاهدة. عزيزي المشاهد، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من الدروس التعليمية، مع خالص تحياتي محمد الحميلي.